ربنا يحفظ مصرنا الحبيبه ويحفظ حضراتكم دايما ودايما كده ننعم بالخير والامن والامان والسلام والصحه والعافيه يا رب دائما، ودايما كده ما نستسلمش للسلبيات اللي ممكن تواجهنا في حياتنا، دايما يكون عندنا طاقه وحب وامل ان اللي جاي دائما هيكون افضل بكتير ان شاء الله. طيب زي ما احنا عارفين الحمد لله رب العالمين بقالنا كام يوم في حاله من التحسن الجميل جدا في حاله الطقس، عشان كده نطمن اكتر مع استاذ الدكتور علي قطب خبير الارصاد الجويه ورئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه الاسبق. برحب بيك يا فندم، تحياتي لحضرتك يا دكتور. اهلا بيك استاذ عاصم، اهلا بكل مشاهدينك ومتابعينك. اخبار الطقس ان شاء الله النهارده وخلال 72 ساعه اللي جاي باذن الرحمن. يعني زي ما حضرتك اشرت كده ان بالفعل احنا بنستشعر التحسن الملموس في الاحوال الجويه الحمد لله، ويمكن الغيوم اللي موجود ده واضح لكل المشاهدين، وده تاثير كتل هوائيه معتدله قادمه من جنوب اوروبا وتوزيعات ضغطيه مناسبه لهذه الكتل المعتدله، وتكاثر السحب يعطي فرص سقوط امطار على سواحلنا الشماليه، وان كانت امطار خفيفه هذه الامطار طبعا لا تاثير لها على الطرق، ولكن تأثيرها بيكون على الأراضي الزراعية في إن إحنا بنقلل عمليات ري الأرض الزراعية خلال هذه الفترة، لأن أجواء خريفية متميزة من حيث درجات الحرارة، حتى لو ارتفعت درجة الحرارة في وقت الظهيرة فارتفاعها بيكون لفترة زمنية قصيرة جدا وارتفاع محدود. على سبيل المثال لما نقول إن درجة الحرارة العظمى اليوم على سواحلنا الشمالية حول 28 درجة مئوية، وفي القاهرة العاصمة حول 30 درجة مئوية، فدي أجواء خريفية معتدلة مع نشاط الرياح يعطي إحساس بالاعتدال أكثر على كل مناطق شمال الجمهورية. هذا الانخفاض في حالة الطقس ودرجات الحرارة يمتد تأثيره إلى محافظات الصعيد وجنوب سيناء. يعني السحب اللي موجودة دي يا أستاذ عاصم بتشمل سواحلنا الشمالية، الوجه البحري، القاهرة العاصمة، مدن القناة، شمال سيناء، ولذلك المصايف اللي موجودة دلوقتي في سواحلنا الشمالية نقول للسادة المصطفين المتواجدين الآن خدوا بالكم التحذير من برودة الطقس ليلا، برودة للطقس خصوصا الأطفال وكبار السن يجب ارتداء ملابس مناسبة لهذه الفترة، الفترة دي فترة انتقالية والفترات الانتقالية بتبقى أكثر خطورة على صحة الإنسان من الفترات الطبيعية. يعني الصيف بنلبس خفيف مفيش مشاكل، الشتاء نلبس تقيل مفيش مشاكل، لكن الفترة الانتقالية نلاقي فترة الظهيرة اختلاف في درجات الحرارة عن فترة آخر الليل والساعات الأولى من الصباح، دي ليها ملابس ودي ليها ملابس، فيجب أن نكون حريصين جدا في أطفالنا الصغار في ارتداء الملابس حتى لا يصابوا لا قدر الله بأي دور من انفلونزا ويدخلنا في مشاكل لا يعني احنا مش محتاجين هذه المشاكل. يعني ده اللي هيخليني يمكن اسال حضرتك بخصوص هذه الجزئيه يا دكتور علي بعد اذنك، يمكن اغلبنا دلوقتي ما بقاش ينام على لا على مراوح ولا على مكيفات، ده معناه ان الحمد لله الطقس خلاص كده ولا هترجع ممكن تبقى فيه موجه حر؟ لا 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 بالظبط، طمنا في الجزئيه. استاذ عاصم طبعا المنازل والحجرات بدات تبرد، وبالتالي استخدامنا للمراوح والتكييفات عاوز اقول لحضرتك المفروض ما هوش داعي، لكن في بعض المنازل ذات الواجهه القبليه واشعه الشمس بتضرب فيها احيانا، فممكن مع غلق النوافذ الزجاجيه يقول لك انا محتاج حركه للهواء، ولذلك احنا بننصح برضو كل الساده المواطنين المتابعين معانا دلوقتي نقول لهم افتحوا النوافذ الزجاجيه، دخلوا الهواء، جددوا الهواء في المساكن حتى لا نصاب، تجديد الهواء يعني تجديد اكسجين وخروج ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي احنا بتدينا حياه، الاكسجين يعني حياه، فيجب ان احنا نكون متجددين في حياتنا، بمعنى ان احنا نستنشق هواء نقي جديد خصوصا في المناطق المزدحمه، لان طبعا المناطق المزدحمه بيبقى كميات الاكسجين نتيجه ثاني اكسيد الكربون الخارج من تعداد السكان الكبير بيبقى فيها نسبه اقل من الاكسجين، فلذلك يكون في تواجد في الاماكن جيده للتهويه، اماكن المفتوحه ذات التيارات الهوائيه، كل دي عوامل مناخيه بتاثر على صحه الانسان بصفه عامه وبتاثر على البيئه، البيئه محتاجه هذه الانواع، بيئه نظيفه جيده قابله للاستنشاق. طبعا الرياح المصاحبه لهذا الطقس هي طبعا رياح شماليه
غربية، وبالتالي هي ما بين معتدلة إلى نشطة في وقت الظهيرة، لكنها بتهدأ في فترات الليل، بتؤدي لتكون شبورة مائية، والشبورة المائية هتكون شبورة متوسطة الكثافة، يعني تأثيرها مش هيوصل لحد الضباب. ولما نقول ضباب يعني لازم نفرق ما بين شبورة وضباب. الضباب دي ظاهرة هي نفسها شبورة، بس الرؤية الأفقية تكاد تكون منعدمة، ما بنشوفش واحنا سايقين السيارات، لذلك هي شبورة هتكون متوسطة الكثافة بتاعتها، فتسمح بالحركة المرورية الطبيعية، ولكن يجب اتباع كافة تعليمات المرور أيضا، لأن في مناطق اللي فيها مزروعات ومسطحات مائية كثيرة زي الدلتا ومدن القناة بيبقى كثافة الشبورة أعلى شوية نتيجة لارتفاع نسبة الرطوبة، فيجب أن اتباع كافة تعليمات المرور في المسافات البينية وإضاءة كشافات الشبورة والتحكم في عجلة القيادة. دكتور خلينا برضو نطمن الإخوة الصيادين فيما يخص حالة البحر، خصوصا لو في احتمالية لسقوط الأمطار الفترات القادمة، هل في تأثير على منسوب ارتفاع الأمواج؟ بص حضرتك، ارتفاع منسوب الأمواج بيتأثر بالتيارات الهوائية. في تيارات هوائية بيبقى في تيارات هوائية، في عمليات مد وجذب في عمليات مد وجذب، نبقى حريصين جدا، والصيادين عارفين الكلام ده، واحنا بنقترب من موعد نواة يعني البحر بيضطرب أحيانا، ففي نوة في أول شهر 10 لأول أكتوبر، وبالتالي يجب على السادة الصيادين أثناء نزولهم البحر الفترة القادمة يبقوا حريصين جدا من الدخول في عمق البحر، لأن عمق البحر يبقى التيارات الهوائية عالية جدا وارتفاع الأمواج عالي، فلا قدر الله قد يصيبهم ببعض الأضرار، عشان كده البحر ما بين معتدل قد يضطرب أحيانا ولكن في الأعماق، ده بالنسبة للبحر المتوسط. البحر الأحمر المشكلة بتبقى في خليج السويس، خليج السويس نظرا للطبيعة الجغرافية اللي موجودة فيه فبيبقى فيه تيارات هوائية، وبالتالي نقدر نقولهم برضو السادة الصيادين خدوا بالكم في أثناء عمليات الصيد، لكن الملاحة ما فيهاش مشاكل لأن المراكب الملاحية مجهزة لمواجهة هذه الأمواج المرتفعة نسبيا إلى حد ما، سوى ذلك لا توجد أي مؤثرات، وبيستمر هذا الطقس معنا إن شاء الله حتى نهاية الأسبوع. درجة الحرارة بتعلى درجة تنخفض درجة، لكنها حول من 30 ل 31 درجة في القاهرة العاصمة دي العظمى، والساحل الشمالية حوالين 28 ل 29، شمال الصعيد ما بين 32 ل 33، جنوب الصعيد بدأ ينخفض وفعلا درجات الحرارة بدأت تصل ما بين 35 ل 36 درجة في الأقصر وأسوان، وكذلك في البحر الأحمر عند الغردقة، وكذلك في جنوب سيناء عند شرم الشيخ. نشكر حضرتك. الصعيد مصر الفترة دي بقى ناخد بالنا نكون حريصين، السادة المسؤولين بكرر تاني زي ما أشرنا امبارح ونشير النهارده، هي فترة تقلبات جوية أحيانا نتيجة الكتل الهوائية المدارية اللي بتتصاعد من السودان وتؤثر أحيانا بأمطار عند حلايب وشلاتين وجنوب أسوان. بنشكر حضرتك جزيلا دكتور علي قطب خبير الأرصاد الجوية على توضيح حالة الطقس، ونتمنى من حضراتكم طبعا نتوخى الحذر جدا في الفترات الانتقالية ما بين فصل وفصل آخر خلال العام، لأن الفترة دي بتكون هي فترة أكثر خطورة في فرصة للتعرض لنزلة البرد والفيروسات بشكل عام والأمراض الخاصة بالصدر والأنف، فنتوخى الحذر ونهتم جدا بالتغذية السليمة والتغذية الصحية والمفيدة لأطفالنا تحديدا.